طيب خلونا نروح تاني، نرجع للقمة، ولكن هنا بمناسبة بقى قمة المناخ وطبعا حماية البيئة. في الحقيقة زي ما كنا بنتكلم في البداية كده مع السفير هشام بدر في البداية، بنتكلم عن انه بقى على قمة على هامش المناخ بقى في حاجات لطيفة، وبقى في تصميمات وفي افكار، والشباب الحقيقة بقى بيقدم افكار بديعة. فنانة تشكيلية مصرية سارة رجب عملت ايه؟ سارة عملت مجسمين ثلاثي الابعاد، وده من الاف من ايه؟ من الكنز اللي بنشربها، تعرفين المشروب اللي بنشربه. فهي اخذت الكنز المستعمله والازاز البلاستيك او الزجاجات البلاستيك، الصوره هي تبين لكم اللي بنشرب منها المياه المعدنيه، وبدات من خلالها انها تعمل حفاظ على البيئه، وتحاول ان هي تحميها طبعا من التلوث، وده علشان تقدر كمان يعني اللي هو المزج ما بين ان انا احافظ على البيئه واقدم نوع من انواع الفن. الصور زي ما انتم شايفينها هي وسيله تعبير كمان عن القضايا والتحديات. الحقيقه عامله حاله بديعه وجميله، ولو تحول كل المخلفات اللي عندنا والحاجات دي لافكار حقيقي جميله كده، اعتقد ان احنا لا هيبقى عندنا حاجات مخلفات كتيره نقدر تبقى عندنا كراكيب تتحول لكراكيب وتاذينا، ولكن هتتحول لاشكال جماليه. خلينا نروح مع الفنانه التشكيليه المصريه ساره رجب. مساء الخير يا ساره. مساء النور، ازاي حضرتك؟ انا تمام. الصوره عجباني جدا والالوان حلوه، وكلميني الفكره جت ازاي والالاف دي قدرتي تعمليها ازاي؟ الحقيقه هي الفكره جات لي مع تزامنا مع مبادره الرئيس عبد الفتاح السيسي تحضر للاخضر، ومع كوب 27. تمام. وبما اني متواجده في شرم الشيخ فقررت ان انا وزي ما اعلنت معالي الوزيره ان شرم الشيخ بدون بلاستيك وانها مدينه خضراء، فقررت ان من البلاستيك ده ان احنا نعمل فكره. طبعا ساعدني في ده ودعمني في ده المحافظه وسياده المحافظ السيادة اللواء خالد فوده، هو كان ليه كل الدعم يعني في توفير الخامات وكل الحاجات يعني. طب ساره خلينا نتكلم على الصور عشان الناس بتشوفها معانا. انا شايفه انت واقفه وراكي زي خريطه. ده مجسم لكرة أرضية. تمام. وأنا هنا عملتها كلها أخضر فأخضر، بحيث إن هي تعبر عن تحضر للأخضر، وإن إحنا فعلا لو كل واحد فينا حافظ على مدينته وبطلنا نرمي المخلفات ونستخدمها ونعيد تدويرها هتصبح إن حاجة الكرة الأرضية بديعة. كلها أنت عارفة إنها ممكن تتحول كمان يا سارة لمسابقة بين المحافظات، يعني لو كل محافظة جمعت أكبر يعني كنزات وأزايز البلاستيك والحاجات دي، ليه بنلاقيها كمان مرمية في الشوارع والطرقات والناس وبعدين هي مش صحية على فكرة بعد استعمالها على طول. خالص. طيب خالص. كلميني على الصورة الثانية، الصورة اللي كلها ألوان دي اللي على الأرض. دي برضو ده المجسم بتاع المجسم الكرة من زاوية الأرضية. بالظبط أثناء العمل يعني. تمام. بدء العمل وانا شغاله فيه، فهي الفكره يعني ان دي بنوصل مسج للعالم وللناس اللي هيحضروا الكوب وللعالم جميعا ان احنا ما نرميش المخلفات ونحافظ على صحيح. المدينه بتاعتنا عشان تصبح كلها خضراء زي ما احنا شايفين، يعني هي دي الفكره كلها من طب قولي لي يا الموضوع. ساره، اول ما بداتي تنفذي يعني اول ما بداتي تنفذي وطبعا المحافظه زي ما قلتي كله بيشترك معاكي، الانطباع كان ايه؟ والشباب اللي كانوا بيشتغلوا معاكي ايه؟ والانطباع كان عامل ازاي؟ الصوره احنا شايفينك اهو. انا كنت شغاله في المجسم ده لوحدي. كل المجسم الكبير ده لوحدك؟ بالظبط. لا انا اصلا رسامه جرافيتي لمساحات كبيره ومرممه مباني اثريه، فانا اشتغلت في المجسم ده لوحدي، ولا الانطباع كان حلو والسياح كان المنظر شددهم وكانوا صوروا مبسوطين طبعا جدا. اكيد صور كتير معاكي. بالظبط، هو اصبح دلوقتي مزار سياحي يعني، كل الناس وكل السياح بيروحوا دلوقتي يتصوروا عنده، فهو يعني بقى حاجه حلوه وبقى مزار خد سياحي. وقت منك قد ايه يا ساره عشان تنتهي منه وتنفذيه؟ يعني انا حاولت اعمله في حوالي اسبوعين كده. طب يعني حاجه جميله، لكن حاجه وقت جميله. انا بشكرك قياسي. جدا يا ساره، ونتمنى لك التوفيق، وان شاء الله يحظى باهتمام الجميع، لانها فكره الحقيقه من الافكار حمايه البيئه، فكره هايله يعني. طيب